الرئيس السيسي يوجه تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني ويدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. الرئيس السيسي يؤكد بذل مصر أقصى جهدها لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار. والرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة. السادسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. البداية من فعاليات الحوار الوطني. أكد الرئيس السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. وأشار الرئيس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني إلى أن الحوار يحقق نتائج ملموسة تجاه كل القضايا. كما وجه الرئيس السيسي تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني داعيا إياهم لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين، دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. السيدات والسادة، إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري
وأنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة، فأنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها، متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية. وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة، وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها. فمصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها، فهي الغاية وهي الوسيلة دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني أستاذ ضياء رشوان أمام الجلسة الافتتاحية أنه لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية لم تشارك في الحوار الوطني. لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر. لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار. نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار، بعضها يشك فيه، لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار، وهذه هي أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا. الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير أو الذي رأيتموه، كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة، الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدرتنا على تنفيذها وبحسب وجهتها أيضا، وبالتالي لا استبعاد لأي قضية. الأمر الثالث مكمل، لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى ما ذكره الرئيس إلى بدائل مدروسة وملموسة. كما أعلن رشوان عن رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية. هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، هذا الحوار هو شعب يتحدث، هو ممثلي كيانات مختلفة تمثل هذا الشعب تتحدث. الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من إجراءات، وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى هي البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فنحن الحوار الوطني ليس بديلا وليس حتى مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية، هو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون، ما يقترحوه من بدائل عبر مرورها أولا على السيد رئيس الجمهورية كما ذكر هو بنفسه أنه سترفع توصيات هذا الحوار إلى السيد رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بإحالتها إلى البرلمان لتقر كقانون أو مشروع قانون، أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات. وبالتالي نحن نتعاون مع المؤسسات ولسنا بديلا أبدا لهذه المؤسسات. من جانبه أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين من كل فئات المجتمع، كما أكد أن الحوار يشهد مشاركة واسعة للشباب داخل اللجان من المقررين والمقررين المساعدين، كما أكد أن مجلس الأمناء قام بعمل جلسات جماهيرية تجاوزت 100 جلسة. الحوار الوطني هو حوار يستهدف جميع المصريين، فبالتالي إحنا مستهدفين منظمات المجتمع المدني، الإعلاميين، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رجال الدين، الشباب من القوى السياسية المختلفة وغيرهم من فئات المجتمع المصري. في بداية الحوار أعلن عن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة، وصل إلينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن. هذا دلالة هذا الرقم أن الحوار الوطني كما قيل وبحق وبلغة اقتصادية أن عليه طلب، الحوار مطلوب. فالأهم أيضا أن جميع هذه الطلبات وجميع هذه المشاركات لم تقتصر على محافظة دون محافظة، إنما كانت من جميع محافظات الجمهورية. قدم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني،
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد موسى أن هناك نقاط إيجابية يجب البناء عليها، من أهمها معالجة مشكلة العشوائيات وكذلك تجديد الخطاب الديني. دعوني أذكر بعض النقاط المضيئة الأساسية في مسيرة هذا البلد كما أراها. نعم، هناك مسارات وجسور تبنى، هناك معالجة لوضع العشوائيات، ولكن يقدر العلم بأن العشوائيات ليست في القاهرة فقط، إن في كل قرية من قرى مصر عشوائيات، وكل مدينة ومركز في محافظات مصر يعاني من العشوائيات. هذا أمر خطير ويجب أن يكون في صدر ما يهتم به هذا الحوار، العشوائيات على مستوى الدولة كلها لا بد من التعامل معها. منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن، وهما يجب أن يتوقف. إن جمال المدن والقرى من حسن إدارة الأمة. ثانيا، نجح العهد ورئيسه في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه. ثالثا، نجح العهد كذلك في طرح تجديد التفكير الديني، كي يعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها، وبعيدا عن التطرف ودمويته. وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال، والذي يتم في المملكة العربية السعودية حاليا. كذلك أود أن أشير إلى مبادرة هامة قدمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ حوالي 3 شهور بعد لقائه مع بابا الفاتيكان في هذا العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية لبناء تفاهم على المستوى العالمي. تقدم شيخ الأزهر بمبادرة قال فيها: إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر، حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن ولا تزال. إذن نحن أمام مبادرتين هامتين رئيسيتين تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية، ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا. لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء عليه فالأمور تتحرك سواء هنا أو هناك. ثم رابعا، أعلت الدولة، الحكومة، الرئيس قيم المواطنة، وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو المكان الجغرافي، كما نص الدستور، وهذا تقدم عظيم لا شك فيه. خامسا، تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإليها، مع الحفاظ على طابعها الخاص وعلى أماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى، ومسار السيدة مريم ووليدها المسيح عليه السلام في زيارتها لمصر
ثم في عودتها إلى فلسطين. وسادساً، أعطى الفرصة للمجددين في مجالات عدة أشير فيها هنا إلى مجال التعليم، وهو نهج مهم، أن تعطى الفرصة للمبادرين للمفكرين ليطرحوا وربما أيضاً لينفذوا خططاً تعالج مشاكل أساسية في مصر. أقول هذا نهج مهم بصرف النظر عن نتائجه المؤقتة أو الأولية. ثم سابعاً وليس أخيراً، تقدم بالمرأة المصرية إلى الصفوف الأولى تطبيقاً للدستور الذي نص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أعطى للشباب دورة في جنبات الحكم، وصار الكثير من الشباب يجلس على رأس مؤسسات هامة وصناديق ومصالح وطنية كبيرة، وهو تقدم اجتماعي لا شك فيه. قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني إن القوات المسلحة لها الحق في أن يتم تأييدها وتحيتها. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، دعا بدراوي للحفاظ على دور القوات المسلحة في حماية مصر. كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انعقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتتضمن الفعاليات جلسات نقاشية يشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
موضوع الحوار زي ما بدأنا وقلنا إن إحنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، كان الهدف منها إن إحنا فعلا محتاجين نسمع بعض أكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين إن إحنا دايما على الأقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض. الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم تتكلم، مش سياسي بس، ممكن نختلف بس يعني مش هيبقى أو هيبقى في خلاف في الرأي بس ما بيبقاش اختلاف. هنستنى وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل من اللي بيطرحوه. على طاولة واحدة يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. المزيد عن الفئات المشاركة نتابعه في العرض التالي. بمجرد الإعلان عن تشكيل مجلس لأمناء الحوار الوطني، بدأ المجلس في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل وضع القواعد واللوائح المنظمة للحوار، كما قام بدراسة الآلاف من المقترحات التي تلقاها من قوى المجتمع وتوصل إلى تقسيمها إلى ثلاثة محاور. المزيد في العرض التالي. Thank you.
ويشمل المحور السياسي 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات التي نتابعها في العرض التالي. وفي المحور المجتمعي توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على 6 موضوعات يندرج تحتها أيضا عدد من القضايا نتابع.
قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب من أوائل الأحزاب التي سارعت إلى المشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحزب لن يدخر جهدا لإنجاح هذا الحوار. كما أشار عمر إلى أن الحوار الوطني هو ركيزة مهمة من ركائز الجمهورية الجديدة للتوافق والبناء على القواسم المشتركة. كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد أن دعا إليه فخامة السيد الرئيس حامي لواء مصر وصمام أمانها وحامي استقرارها. وبالنيابة عن قيادات حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية في شتى ربوع مصر بمدنها وريفها وصعيدها، نؤكد على أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار، ونعاهد الله ونعاهد السيد الرئيس والشعب المصري أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون، وأن نتحلى بقدر كبير من إنكار الذات، وأن نبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة، وأن نعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية والأيديولوجية. إن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلى هذا الحوار الوطني ونتائجه التي ستكون بمثابة ركيزة هامة تضاف إلى ركائز بناء الجمهورية الجديدة التي بدأ مسيرتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجه حسام الخولي ممثل حزب مستقبل وطن التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته للحوار الوطني، مؤكدا خلال فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني أن لدينا جمهورية جديدة بمقومات وأسس لم تكن موجودة، علينا استثمارها بأفضل صورة ممكنة. تحية وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم سيادته ورعايته لهذا الحوار الوطني الذي نثمن دوره في منح الثقة للمشاركين فيه ولجميع طوائف الشعب المصري بكافة تنوعاته وأطيافه، لما له من دور هام في فتح المجال لتقارب الآراء ووجهات النظر المختلفة حول مختلف القضايا التي تشهد الرأي العام المصري خلال تلك الفترة. تحية وشكر وتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني على المجهود والتنظيم حتى نتمكن من إجراء حوار منطقي عملي مفيد للجمهورية الجديدة. الحقيقة اللي أنا شايفه في هذا الحوار الوطني وفي هذه القاعة المتنوعة أن هذا الحوار هو حوار القلب والعقل، حيث يجمعنا قلب واحد هو القلب المصري المحب لبلده وعقول بها أفكار مختلفة ومتنوعة، ولكنها رغم اختلافها تصب في مصلحة الوطن.
للمزيد تنضم إلينا من مقر انعقاد الحوار الوطني مراسلة أكسترا نيوز شيرين مجدي. أهلا بك شيرين. نعم إنجي، لا تزال تتواصل في هذه اللحظات فعاليات الجلسة الافتتاحية الخاصة بالحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة مساحات مشتركة. هذه الجلسة التي انطلقت تقريبا في 4 عصرا وتناولت أهم ما تم إنجازه خلال العام الماضي أو العام وأسبوعين الماضيين منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق الحوار الوطني في 26 من أبريل عام 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية، وحتى انطلاق الجلسة الافتتاحية اليوم وآليات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة. الجلسة بدأت بكلمة مسجلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول فيها أن دعوته لإجراء الحوار الوطني جاءت من إيمانه أن الأمة المصرية تمتلك القدرات لخلق مسار من التنمية خلال الفترة المقبلة، وكذلك أيضا مسارات للتقدم في كافة المجالات، وأن التحديات الراهنة هي التي دعت وعززت الرغبة في إطلاق الحوار الوطني ليجمع كافة التيارات المختلفة السياسية والآراء المختلفة والخروج بحلول يعني ترضي كافة الأطراف. وكذلك أيضا أكد أنه تابع باهتمام أهم ما تم خلال الجلسات التحضيرية، وأكد أن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، وتابع أنه ينتظر يعني نتائج هذا الحوار الوطني عن كثب، ودعا لكافة السياسات أو التيارات السياسية المشاركة لبذل مزيد من الجهد لدراسة المشكلات والخروج بحلول مناسبة لهذه المشكلات. وكذلك أيضا أكد دعمه الكامل للحوار الوطني وبذل كافة السبل لإنجاح هذا الحوار، وأكد تطلعه لحضور الجلسات النهائية، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس في كلمته حينما دعا لانعقاد الحوار الوطني. ربما هذه أبرز النقاط التي جاءت في كلمة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية، والتي أيضا تناولت هذه الجلسة كما ذكرنا أهم ما تم يعني إجراءه خلال العام الماضي من رسم خارطة طريق للحوار الوطني وتحديد المحاور الخاصة بهذا الحوار، المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي وكافة هذه القضايا التي تضم 113 قضية تم تحديدهم من خلال 23 جلسة نقاشية تمت خلال العام الماضي، ضمت كافة التيارات السياسية و كافة الأحزاب السياسية المختلفة والمشاركة في الحوار الوطني. كذلك أيضا يعني خلال هذه الجلسة تم يعني عرض للآليات الخاصة بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وسيكون الجدول كالآتي: 3 أيام عمل خلال الأسبوع كل أحد وثلاثاء وخميس. الأحد يتعلق بالمحور السياسي، والثلاثاء يتعلق بالمحور الاقتصادي، والخميس يتعلق بالمحور المجتمعي، وكل يوم يتعرض أو بيضم 4 جلسات عمل مختلفة ليتم مناقشة كافة هذه القضايا خلال هذه الجلسات. كافة القضايا مطروحة، ليس هناك خط أحمر في مناقشة القضايا سوى القانون والدستور، وكافة التيارات والأحزاب وأيضا الفئات الشبابية، الكل مدعو على طاولة الحوار في الحوار الوطني. ربما هذه لمحة سريعة عن الجلسة الافتتاحية. أعود إليك إنجي في الاستوديو مرة أخرى. إذن شيرين مجدي مراسلة أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مصر لأقصى جهدها لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع. جاء ذلك خلال استقباله لوفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس.
وفي اجتماع آخر مع وزير الدفاع اليمني، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كل التحديات وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة السيد كيفن ماكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السيبراني والبنية التحتية والموارد الطبيعية والاعتمادات. شارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم. وفي ذلك الإطار أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات. كشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي والتعامل مع التطورات ذات الصلة إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان. وفي ذلك السياق أكد السيد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكداً بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع. كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وأعرب السيد ماكارثي عن تسمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد، مشيراً إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والدفع نحو تنشيط عملية السلام. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن محسن الدعري وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليمن بالقاهرة. أكد السيد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. من جانبه أكد وزير الدفاع اليمني التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.
قال جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية أبدت جدية في تطبيق سعر صرف مرنين، وهو ما أكدته السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي، كما أبدت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص. وأضاف المسؤول أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هدف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهنا تبرز أهمية مرونة سعر الصرف وتخفيض مستويات التضخم المرتفعة، وهي أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطنين وحماية الاستقرار للاقتصاد. ختام النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني ويدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. الرئيس السيسي يؤكد بذل مصر لأقصى جهدها لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة. لمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر لكم على الشاشة. هذه تحياتي، أنا إنجي طاهر، دمتم في أمان الله.